السلام عليكم طلاب الصف الثاني، كيف حالكم؟ اليوم في مادة اللغة العربية سوف نتطرق إلى معرفة أقسام الكلام. اليوم يا مس بدنا نتعرف على أقسام الكلام. طيب يا مس، أقسام الكلام تقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي يا ثاني؟ فعل، اسم، حرف. يلا، أقسام الكلام يقسم إلى ثلاثة أقسام، إيش هي ثاني؟ فعل، اسم، حرف. فعل، اسم، حرف. طيب يا مس، خلينا نتذكر يا ثاني إيش هو الفعل. يلا يا ثاني، ما هو الفعل؟ تعريفه خلينا نكتب هون يا مس. يلا، إيش تعريف الفعل يا مس؟ الفعل هو ما دل على حدث. إذا الفعل إحنا أخذناه يا مس، بنعرف إنه الفعل هو ما دل على حدث. كيف يعني يا مس؟ لما أحكي لك نام الولد، إيش عمل الولد يا مس؟ نام. إذا الفعل اللي قام فيه يا ثاني إنه هو نام، صح يا ثاني؟ شرب الطفل الحليب، إيش عمل الطفل يا ثاني؟ إنه شرب الحليب. إذا هو قام بفعل إنه هو شرب، إذا هو عمل حدث يا مس، صح ولا لا؟ مثلا يكتب سامي الدرس، يكتب سامي الدرس، إيش بيعمل سامي قاعد يا مس؟ قاعد بيكتب، صح ولا لا؟ طيب، ذهب يزيد إلى المدرسة، إيش عمل هون يزيد يا مس؟ ذهب إلى المدرسة، إذا ذهب هو قام بالذهاب إلى المدرسة، قام بالذهاب إلى المدرسة. طيب، كمان يا مس، يلا يلا أنتوا أعطوني أفعال من عندكم، يلا يا ثاني، يلا. درس محمود الدرس، درس محمود الدرس. إذا إيش عمل هون محمود يا مس؟ هو درس الدرس، صح ولا لا؟ طيب، كتب التالين القصة، إذا ماذا فعل التالين هون يا مس؟ هي كتبت القصة، صح ولا لا يا ثاني؟ إذا عندنا الفعل هو ما دل على حدث، هو ما دل على حدث. طيب يا مس، إذا الفعل إحنا بدنا نعرف يا مس كصف ثاني، كصف ثاني إنه في عندنا يا مس فعل، إشي اسمه فعل ماضي وفعل مضارع، فعل مضارع. إحنا صف ثاني بس بدنا نتعلم إنه الفعل هو يقسم إلى ماضي ومضارع وعندنا أمر، بعدين يا مس هذا بناخذه. أهم إشي هسه إحنا نتعلم إنه في عندنا فعل ماضي وفعل مضارع. إيش هو يا مس الفعل الماضي؟ هو فعل دل على حدث منذ زمن. كيف يعني يا مس دل على حدث منذ زمن؟ يعني زي نام، شرب، زي ما أخذته بالصف الأول يا ثاني، نام، شرب، ذهب، أكل، ماشي يا مس، كتب، درس. إذا هذا يمس كله بنحكيه ماضي، ليش حكينا عن الماضي؟ لأنه خلص انتهى، انتهى، يعني قام هذا الولد بالفعل وانتهى. يعني أعطيكم مثال، كتب أحمد على السبورة، من السبورة أو نقل، خلينا نحكي نقل، نقل أحمد المسألة من السبورة. طيب، نقل إيش؟ طب نقل وخلص هو، صح ولا لا؟ نقل وخلص يعني انتهى موضوعه. إذا نحكي هون يا مس عنها فعل ماضي. طيب، لما نحكي شرب الولد الحليب، شرب الولد الحليب، كلمة شرب هون، شرب إيش يا مس؟ يعني خلص الولد شرب وانتهى، انتهى أمره، ماشي يا مس؟ إذا خلص شرب الحليب منذ زمن، إذا نحكي عنه يا مس فعل ماضي. طيب الفعل المضارع، ما هو الفعل المضارع؟ بس هذا ماخذينه كله بأول، بس إحنا قاعدين بنعيده بشكل أوضح. الفعل المضارع هو فعل بدل يا مس على الحدث الآن، يا
يعني هو قاعد يمس هسه مثلا يكتب الطالب الدرس، هسه هو قاعد يمس عمال يكتب. يشرب مثلا يشرب كرم الحليب، يشرب كرم الحليب. كرم ايش قاعد يعمل هسه يمس؟ هو عمال قاعد بشرب حليب. صحيح ثاني مثلا درست جوري الدرس، شو قاعد تعمل جوري؟ قاعد يمس بتدرس بالدرس، هل هي عماله فاتحه الكتاب وقاعده بتدرس بالدرس او بتقرا مثلا؟ يقرا احمد القصه، ايش بيعمل احمد يمس؟ قاعد بيقرا القصه، قاعد بيقرا القصه. ماشي يمس. ينام محمد على السرير، احنا فتنا على محمد اللي بينام نايم، هو قاعد يمس نايم الان. هو ايش فعله؟ انه هو نايم، ينام، هو ينام، ينام. ماشي يمس. اذا الفعل المضارع هو فعل دل على الحدث الان، يعني هو هسه قاعد بصير يمس. اذا الفعل اهم شيء اعرف انا كصف ثاني، الفعل هو ما دل على حدث. اعرف يا ثاني الفعل الماضي والفعل المضارع. الفعل الماضي هو فعل حدث منذ زمن، منذ زمن. اما الفعل المضارع يحدث الان، ودائما مس كلماته او احرف يمس احرف المضارع. خلينا نكتبها هون، احرف المضارع يمس بتبدا بياء ونون وتاء، يعني يمس هذول اغلب ايش؟ الاحرف اللي بيبدا فيها الفعل، زي كلمة مثلا يكتبوا، يكتبوا، شوفوا كيف بدأت بحرف الياء، بحرف الياء. طيب يا ثاني، الاسم احنا اخذنا يمس عن الاسم. الاسم اما بتكون يمس اسماء، هنكتبها بلون ثاني، اسماء مذكرة مثل مثلا عندنا احمد، احمد بدون على مذكر، وعندنا اما بتكون اسماء مؤنثه. ايش يعني مؤنثه؟ يعني بتدل على انها بنت، زي اسم سناء، سناء اسم بنت، اسم مؤنث، صح ولا لا يا ثاني؟ كمان اي شيء يمس حكيت لك بيبدا بآو ال، اي كلمه تبدا بآو ال، ايش بنحكي يمس عنها؟ اسم، زي المدرسة، المدرسة، ايش بعرف منها هاي الاسم؟ هيها بلشت بآو ال، آو ال. كمان يمس عندنا ايش حكينا يمس؟ اسماء الوان، اسماء الوان. كمان عندنا اسماء بلاد، اسماء بلاد. طيب يا ثاني، إذا عندنا الأسماء المذكرة والأسماء المؤنثة، وإذا أي كلمة بلشت بآو إل بحكي عنها اسم. كمان عندي أسماء ألوان مثلا زي الأحمر، الأخضر، هي كلها بنحكي عنها أسماء. كمان عندنا أسماء البلاد كمان بنحكي عنها أسماء، زي الأردن، سوريا، العراق، ماشي يمس، فلسطين، هي كلها بنحكي عنها ايش يمس؟ أسماء. طيب الحرف أخذنا يمس حروف الجر، حرف الجر يمس هو لا معنى له، لكن إذا اتصل بكلمة بجنبه بصير إلها معنى، صح ولا لا؟ مثلا زي ذهب الولد إلى المدرسة، ها إلى المدرسة، إذا أعطاني جملة مفيدة، صح ولا لا؟ يلا إيش هي حروف الجر حكينا يمس؟ غنيناهم أغنية، من إلى، يلا غنوا لي إياها. من إلى، عن، على، في، بي، لي، هم حروف الجر. وماذا يأتي بعد حرف الجر؟ يأتي بعده اسم مجرور، يأتي بعده يمس اسم مجرور. طيب يا ثاني، راح نرد نعيد. إذا أقسام الكلام تقسم إلى فعل واسم وحرف، فعل واسم وحرف. الفعل وهو ما دل على حدث، وهو ما دل على حدث. الفعل الماضي هو فعل حدث منذ زمن، زي لما حكينا سارة ليلى
لما اجى عندنا مثلا ياكل العصفور الطعام، ياكل العصفور الطعام، هو عماله قاعد باكل العصفور ياكل. اذا ياكل ايش بنسميها يا مس؟ فعل مضارع، هو فعل دل على حدث، يعني العصفور الان ياكل، وحروفه يا مس دائما بيبدا بياء او نون او تاء. طيب ما هو الاسم؟ الاسم هي اسماء بتكون اولاد او اسماء بنات او اسماء الوان، اسماء بلاد، اسماء خضروات، اسماء فواكه، او اي كلمه، اي كلمه بتشوفها بتبدا او ان بحكي عنها لا بحكي عنها اسم، اللي هي دائما تبدا اما اللام القمريه واللام الشمسيه يا بس، هدول دائما هاي الكلمات هي اسماء، هي اسماء. طيب بس الحرف حكينا الحروف اللي هم من الى عن على في بيلي هم حروف الجر، وماذا ياتي بعد حرف الجر؟ اسم مجرور، اسم مجرور. طيب ثاني خلينا ناخذ يا مس امثله، خلينا بس ناخذ امثله على الفعل. ثاني رح ناخذ أمثلة، عندنا كلمة مثلا يدرس إلى الأردن نام على يذهب يدرس. انا حكيت لك يا مس هون ميز لي وين الفعل وين، او خلينا ناخذ كمان مثال سامي. حكيت لك يا مس هون وين الفعل وين الاسم وين الحرف، بدك تميز لي. يلا كلمه يدرسوا، يدرسوا، يلا يدرسوا هو ايش يا مس؟ يلا فعل ولا اسم ولا حرف؟ احسنتم يا ثاني فعل. طيب اذا بدي افصل هذا الفعل، احنا اخذنا يا ثاني الفعل نوعين، فعل ماضي حدث منذ زمن وفعل مضارع يحدث الان. طيب كلمة يدرسوا فعل ماضي ولا مضارع يا ثاني؟ بحكي عنه يا ثاني فعل مضارع. ليش حكيت عنه يا ثاني فعل مضارع؟ طلع لي يا مس بايش بدا؟ بدا بحرف الياء، بدا بحرف الياء. مس مش اي كلمه بشوفها بدات بحرف الياء بحكي عنها فعل، لا يا مس بدي اتاكد انه هاي الكلمه دلت على حدث، دلت على حدث علشان احكي عنها فعل. طلعوا لي يا مس بدأت بياء وانتهت بضمة، دائما الفعل المضارع يمس بينتهي بالضم، إذا نحكي عنها فعل مضارع. يلا إلى إيش يمس؟ حرف ولا اسم ولا فعل؟ أحسنتم، حرف هو أحد حروف الجر. يلا الأردن، إذا الأردن إيش بنحكي عنها يمس؟ أحسنتم، نحكي عنها اسم، نحكي عنها اسم. ليش حكيت عنها اسم يا مس؟ لانها بلشت اول شيء باو ال، ثاني شيء الاردن من اسماء البلاد. يلا نام، ها نام، نام، شو بحكي عنها يا مس؟ احسنتم يا ثاني، بحكي عنها يا مس فعل، بحكي عنها فعل. ليش مس حكيت عنها فعل؟ لانها دلت على حدث، هي حدث، نام حدثت، صح ولا لا؟ طيب هاي نام فعل مضارع ولا ماضي؟ نام، احسنتم يا ثاني، بنحكي عنها فعل ماضي. ايش عرفنا انها فعل ماضي؟ فعل الماضي هو فعل حدث منذ زمن ودائما يا مس بينتهي بالفتحه. اذا بدي اميز يا مس بين الفعل المضارع والفعل الماضي، الفعل المضارع شو بكون عليه يا مس؟ ضمه، اما الفعل الماضي شو
الكلام، وايش همس من اقسام الكلام؟ برافو عليكم، فعل. طيب هذا الفعل هل هو مضارع ام ماضي؟ يلا انتبه لها، يذهب. ماذا انتهت يا ثاني؟ بالضم. وماذا بدات؟ بحرف الياء. اذا ايش بنحكي عنها يا ثاني؟ فعل مضارع، فعل مضارع. يلا سامي، معروفة سامي، شو بنحكي عنها يا مس من أقسام الكلام؟ أحسنتم، اسم. واسم إيش يا مس سامي؟ اسم مذكر. إذا دائما اسم المذكر واسم المؤنث وأسماء الأعلام وأسماء الفواكه وأسماء الخضروات وأسماء الحيوانات وأسماء النباتات وأي كلمة بتبدأ بأو إل، هاي كلياتها يا مس بنحكي عنها اسم. مش ايش بنحكي عنها يا مس؟ اسم. اذا اقسام الكلام تقسم الى فعل، وتقسم الى اسم، وتقسم الى حرف. والفعل احنا اخذنا بس نوعين، اللي هو المضارع، وايش كمان يا مس؟ والماضي المضارع والماضي. اذا فعل مضارع وفعل ماضي. المضارع ينتهي بالضمه ويبدا اما بالحروف الياء والتاء والنون، والفعل الماضي حدث منذ زمن ينتهي بالفتحه. طيب يا مس، احنا هيك بنكون خلصنا يا مس اقسام الكلام، تعرفنا عليهم مره ثانيه بشكل سريع. وهيك يا مس احنا بنكون اليوم ان شاء الله خلصنا حصتنا ليوم الخميس اللي هي اقسام الكلام يا ثاني، ونتدرب عليهم يا مس، نتدرب عليهم. راح يكون يا مس عندك تحت الفيديو في ورقه عمل، في ورقه عمل بنحلها يا مس، بنحلها علشان ناكد معلوماتنا على اقسام الكلام يا ثاني. مس في عندك يوم الاحد راح يكون عندنا الاملاء، راح يكون عندنا يا مس الاملاء. حكيت لك انا يوم الاحد عندنا املاء، اللي هو الاملاء المنقول، اللي هو يا مس نقراه مع بعض. يلا نقراه مع بعض. رمى ثامر الحجر على الارض، توقف يستمع الى العصفور، ثم قال ما أجمل صوته، يسرني أن أسمع غناءه. ماشي يا ثاني؟ ماشي. ننتبه للألف المقصورة والياء، الحصة السابقة أخذناها. الألف المقصورة ليش كتبتها؟ لأن ما بيجي ما قبلها فتحة. وليش كتبنا الياء يا مس؟ لأن بيجي ما قبلها الحرف بيكون يا مس مكسور. يلا ويعطيكم ألف عافية يا ثاني.